أنور حبيبي. ليش طلبت مني نلتقي هون؟ كان فينا نطلع على محل تاني ونتعشى. مو مهم المكان، الموضوع اللي بدنا نحكي فيه هو الأهم. وأنا سامعتك، كنت حاسة إنه في شي. حسيتي المهم. شهرزاد، فهمان الموضوع كله غلط، مو هذا اللي بدك تعرفه؟ شو رأيك نترك شهرزاد على جنب؟ أنور، لما شهرزاد سألتني قلت لها إنه اللي بيناتنا مو حب، صداقة، بس كمان هي مو من حقها إنه زيارتك لشهرزاد ما كان إلى داعي بالأصل، كأنها هي اللي واقفة بيني وبينك. مزبوط الحكي؟ أنا ما كان قصدي هيك عن جد. لا تحاولي تقنعيني إنه ما بتعرفي معنى تصرفك، فهمان عليكي. شهرزاد بتعرفي قديش أنا بحبها، أنت كنتي بدك تحرجيها وهي حبيبتي. شو هدفك؟ بس أنا يا أنور، صداقتنا كلها كانت وهم، وهم وأحلام. صدقت إنه بيوم من الأيام رح تكوني بس رفيقتي، الظاهر إني كنت مخدوع. أنا رجعت حبك من جديد يا أنور، وهذا الشي مو بإيدي، يعني ما بيحق لي أرجع حبك كمان؟ بس طبعاً مو على حساب شهرزاد. يعني لساتك بتحبها؟ أنت بتعرفي إني بحبها من غير ما تسأليني، وأنا ما خبيت شي عنك بالمرة. شهرزاد حبيبتي، شهرزاد كل حياتي يا ياسمين، بغض النظر عن كل الظروف والمشاكل. ما عندي غير هالكلام حتى أقوله. بعتقد إنه أحسن شيء إنك ترجع على نيويورك، لأنك كتير أزيتيني بتصرفاتك. أنور لو سمحت بس اسمعني شوي، بس أعطيني فرصة تانية حتى أثبت لك. بالنسبة لي الموضوع انتهى، ما بقى في شيء نحكي فيه. أنا بتمنى ما أشوفك مرة تانية. خاطرك أنور.